برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب رئيسة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بمملكة البحرين، تشارك الشعبة البرلمانية في أعمال الجمعية 42 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي. من المقرر أن تجرى مناقشة تفاعلية حول الموضوع العام الذي يحمل عنوان التغلب على الوباء اليوم وبناء غد أفضل، دور البرلمانات. سيتم تسليط الضوء على الجوانب الرئيسية المتمثلة في المكونات الرئيسية لمرحلة الانتعاش وفرص التقدم نحو الاقتصاد الأخضر وإمكانية الوصول إلى اللقاح باعتباره منفعة عامة، وتجديد التعاون المتعدد الأطراف والحوار لمواجهة التحديات العالمية بما في ذلك الأوبئة المحتملة في المستقبل، فيما يرجح أن تتم مناقشة عدد من الموضوعات الحيوية الهامة الأخرى في اجتماعات اللجان المختلفة.